حبايبي بريب 2 كل سنه وانتم طيبين. داخلين خلاص على اخر يونت الجبرا سكند تيرم 2024. عندي درس جميل اسمه النون نيجاتيف. انا هعمل ستوب. ايه بقى موضوع النون نيجاتيف؟ طب احنا لو شلنا دي مين النيجاتيف؟ لا لا انا ما قلتش كلمه بار خالص. ايه هي النمبر النيجاتيف؟ اهو يا مستر نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 اند سو اون. في مشكله؟ لا. دول الايه؟ نيجاتيف. لما اقول نون نيجاتيف فانا مش هاخد دول. وايه كمان؟ زيرو. والزيرو. يبقى النون نيجاتيف ما اخدش النيجاتيف، هاخد الزيرو والبوزيتيف. في مشكله؟ لا. يبقى دي ده بس معنى العنوان بتاعي. يلا بقى الجمله الثانيه. ها؟ والنيجاتيف. الله. طب ما هو النيجاتيف اللي احنا كنا لسه بنقوله. يبقى انا النهارده ممكن الاقي، وطبعا ادي كلمه باور، ممكن الاقي في الباور نيجاتيف وممكن بوزيتيف وممكن زيرو. في مشكله؟ لا. طيب تعالى كده نمشي مع بعض واحده واحده ونشوف انت عاوز تدربنا على ايه. الدرس ده مش درس جديد، احنا دارسينه في بريب 1. تعالى يلا كده مع بعض نمشي واحده واحده. الراجل الجميل ده بيقول لك فايند ذا فاليو، يعني هات لي الراجل ده بكام بكام بكام. فانا ممكن اقول لك كل الطلبه هتشتغل بالايه؟ طب لو عطل هنعمل ايه؟ حلو، اشغل بقى الراجل ده عشان ما يصديش. فانا بقول اول رول ان انا لو عندي الباور نيجاتيف هعمل فليب. البي تطلع والايه؟ عشان الباور من نيجاتيف يتحول يبقى بزر. شكرا. يبقى انا عندي ده اول شكل. يعني انا لو معايا 3 اوفر 5 الباور نيجاتيف تبقى ايكوال 5 تطلع وال 3 تنزل والباور من نيجاتيف هيبقى بوزيتيف. طب تعالى هنا، لو انا جيت قلت كده معايا نيجاتيف 2 الباور نيجاتيف 1 هتقول لي ده هول ملوش دينومينيتور، هقول له لا ده ليه، يبقى اوفر 1. يلا نعمل فليب، يبقى ال 1 يطلع النيجاتيف 2 تنزل الباور من نيجاتيف يبقى كتبته ما كتبتوش ده 1 مفيش مشكله. طيب تعالى كده نبتدي نروح على مسائلنا. بس سؤال، اتفضل. هو في باور اوكي يبقى زيرو زي ما قلت؟ برافو عليك. طبعا مكتوب ويبقى مكتوب. تيجي نشوف. تعالى يا ستي، سوري، نمشي واحده واحده يا مستر. هات لها حاجه. يبقى اول واحد ده ايوه هي عايزه باور زيرو يا مولاي. معلش واحده واحده. راح فين الزيرو؟ زعل ولا ايه؟ اسمع فين الزيرو؟ اهو الحمد لله على السلامة. اللي بعدي هو بصي بقى معايا 5 a all to the power 0 كلهم الباور 0. نروح جايين نقول الاول هو الزيرو ده جه منين الاول؟ بصي معايا لو سمحت. لو انا جيت قلت 5 اوفر 5 تقول لي بكام؟ 1. حلو قوي 1. خدنا احنا حاجه بتقول لي لو انا معايا، بص معايا دي، لو انا معايا 5 الباور 3 ودي 5 الباور 3. خدنا رول زمان لما تبقى مسالتي ديفايد باخد واحده طالما البيز ايكوال وبعمل ماينس للباور، صح الكلام؟ طيب. شكرا. تعالى نعمل ماينس. حلو خالص. اسمع بقى، لما يبقى اللي فوق زي اللي تحت ادي 5 ديفايد 5 الانسر كام؟ لازم ده غصب عني. لما يبقى اب لايك داون يبقى ده كله ب 1. طب مش دي زي دي؟ يبقى المفروض الانسر بتاعتي 1. طب انا بقى لما جيت طبقت الرول بتاع الباور اداني 5 الباور، فرحنا استنتجنا ان ال 1 ده هو اي حاجه اني يلا بقى نمبر او فاريبل يعني لتر تو ذا باور 0. يبقى
اي حاجه الباور 0.1 جت منين؟ اصل انا لو عملت ديفايد وعملت سبتراكت للباور يديني 0. نقولها تاني؟ لا. تعالى بقى نرجع لشويه اشكال. كل دول الباور 0 يبقى الانسر بتاعتي 1. طب هو موجود؟ اكيد نمبر دي بس مش ظاهره. تعالى نجيبها مع بعض واحده واحده. ايوه الحمد لله على السلامه. ها نقول تاني؟ لا. طب يلا كده مع بعض بسرعه. يبقى دي الانسر. انتوا قلتوا لي هنا 3x الباور 0 تبقى بكام؟ 1. سعد؟ لا. الاكس باور 0 هي اللي بايه؟ بس في قبل منها مين؟ 3. يبقى 3 تايم 1 تبقى 3. نقول تاني وبالراحه. تاني. هنا كان في 3 والاكس هي الباور 0 يبقى دي بس لوحدها ب 1. طب قبل منها 3 يبقى 3 تايم 1 تبقى الانسر بتاعتي 3. نقولها تاني؟ لا. نقولها تاني؟ لا. طب تعالى ندخل على فكره جديده. يبقى ادي رول خدناها لما يبقى باور 0 وادي رول في الديفايد نعمل ماينس للباور. طب تيجي بالمره ننقل على رول ثانيه ونشتغل شويه مع بعض. بص معايا. قال لي لو لقيت 3 الباور 2 عايز اعملها تايم 3 الباور 3 يديني ايه؟ او اتعلمت زمان ان لما يبقى دول كده حبيبي اسمهم بيز. لما يبقى البيز ايكوال اعمل ايه؟ اخد منهم واحده. الله ينور عليك يا مي. وعلشان تايمز اعمل لدول بلس. نقولها تاني؟ لا. تاني لو بعمل تايمز سواء كان نمبر او بص كده لو انا جيت قلت ايه الباور اكس بلاش اكس خليها 2 ودي ايه الباور 4 البيز زي بعض ناخد منهم واطلع على الباور واعمل بلس. يبقى هنا هعمل بلس. نقول تاني؟ لا. متاكدين؟ يبقى لو كان ديفايد اعمل ماينس للباور، لو كان تايمز اعمل بلس ادنج للباور، بس بشرط يكون البيز ايكوال. هو افرض البيز ما كانش ايكوال ما ينفعش طبعا الكلام اللي انت بتقوله. لغايه كده في مشكله؟ لا. طب تعالى ناخد رول كمان بالمره من الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده ونبتدي ندخل نكمل دروسنا بريب 2. قال لي لو لقيت 2 ليها باور 3 وليها كمان باور 2 يعني عندي نمبر او فاريبل يعني لتر عنده باور جوه وباور بره اعمل ايه؟ قال لي اعمل تايمز للباور. كمان مره لو معايا اكس هنا ام وبره ان نقول مع بعض عشان الدنيا تمشي. عندي اي حاجه ليها باور جوه وباور اعمل ايه؟ اعمل تايمز للباور. الله ينور عليك. يبقى هنا ادي اكس واعمل لدول تايم تبقى ام ان. نقول تاني؟ متاكدين؟ طب تعالى كده نقول فكره تانيه بسرعه. لو انا جيت قلت اكس الباور ام تايم اكس الباور ان الله ينور عليك. شكرا. يعني اكتب ايه؟ جدع. ها؟ يبقى ادي اكس واعمل لدول بلس اقول له يبقى ام بلس ان. لازم اتعلم ان انت ممكن ما تدينيش نمبر تديني فاريبل يعني تديني لتر اتعامل معاها زي النمبر. نقول تاني؟ لا. طب نقول واحده كمان وبسرعه. لو انا معايا اكس الباور ام عايز اعمل لها ديفايد اكس الباور ان يلا كده اكس واحده يبقى طالما البيس ايكوال اخد واحده هعمل ماينس. كلمه ماينس انت مالك؟ انت تقول ام ماينس ان بس. يبقى دي رول وادي رول بقى اتنين وادي رول بقى تلاته
وخدنا بتاع الباور زيرو يبقى كام رول؟ فور. حلو، وخدنا النيجاتيف يبقى كام؟ فور. هو ده الرول اللي انا هشتغل بيه كل اكسرسايز تاني. تعالوا بقى مع بعض نشوف الكلام دوت مع بعضينا. حبايبي زمايلكم خدوا بالهم ان البيس 2 انا كنت كاتبها 3، لكن انا كان يهمني الرول ان لما يبقى عندي باور جوه باور بره بعمل تايمز للباور. البيز ما بلعبش معاه. حبايبي زميلتكم اختارت نمبر 11 روت 2 الباور نيجاتيف 3. تعال ناخد المساله دي، فاحنا قلنا هنكتبها بالكالكوليتور. بص كده، لما كتبنا في الكالكوليتور اداني ديسيمال. لو انا رحت على اس 2 دي عشان اخليها فراكشن ما اشتغلش. تعال بقى نشوف هل ينفع انا اسيب الديسيمال؟ اقول له لا. فانا لما تقف معاك حاجه زي كده، بص بقى معايا لو سمحت، ما هياش متعبه ولا حاجه. انا عندي روت 2 اول باور نيجاتيف. احنا اتفقنا لما الباور يبقى نيجاتيف بتعمل ايه؟ تروح رايح للراجل دوت اوفر 1 عشان ده مش فراكشن. تعالى نقلبها يبقى 1 والروت 2 تنزل، يتحول الراجل ده يبقى بوزيتيف. يبقى لو انا رحت للكالكوليتر وفضلت على الديسيمال يبقى ما ينفعش اشتغلها. طب اعمل ايه؟ عملت خطوه من عندي ان انا خليت الراجل ده بالشكل ده. تعالى يلا دلوقتي ندخل على الكالكوليتر ونكتب ونعمل براكت. طب ماشي، حاول هنعمل دايما براكت واعمل فراكشن 1 اب وروت 2 تحت. تعالى كده ننفذ مع بعض. ادي اهو هتنسل. حاضر، ادي براكت وادي فراكشن، عندي اب 1 هنزل داون. حاضر، واكتب روت 2. عايز اشوف بس روت. ايوه، تعالى بس ننفذها عشان زمايلكم لما يشوفوها. ادي روت 2 وروح خارج واعمل واطلع اب واخرج واقفل البراكت. وانا عايز الباور 3، ادي باور وادي 3. لما اقول ايكوال الانسر بتاعتي بقت زي ما انتم شايفين روت 2 اوفر 4 ولا 6؟ 4. شكرا. يبقى ما ينفعش تجيب لي الانسر ديسيمال. طب انا جربت بالاله وما اشتغلتش، فانا هشتغل خطوه منتال وبعدين اكمل. تعالى بقى ننقل على كويشن 2 علشان انا عندي افكار تانيه. ايه الافكار التانيه؟ ان انا ما بقاش عندي البيز نمبر، فساعتها ما ينفعش اشتغل بالكالكوليتور. وده اللي انا قلته ان انا عندي 5 رولز عايز اتدرب عليه. تعالوا نختار حاجه من الحاجات اللي انت شايفها دي، وليكن لو رحنا نبص هنا كده ونحلها واحنا مع بعض وما نخافش. يعني ايه الكلام دوت؟ انا دلوقتي عندي اكس. يا اكس انت ليكي كام باور؟ اكتر من باور. لما يبقى له اكتر من باور، حاجه جوه وحاجه بره، اتفقنا نعمل ايه؟ حلو خالص. يبقى انت كل اللي عليك انك هتيجي تحت دي، ادي الاكس واعمل لدول. طيب هل ده صعب؟ لا. شكرا، هكمل. طب ما هي نفس الكلام، هاخد اكس وعندي باور جوه باور بره. شكرا. لو انت مش عارف تقدر تعمل نيجاتيف 3 تايم نيجاتيف 2 باي يوزنج كالكوليتور، في مشكله؟ لا. حلو، برضه مش هعرف اكمل بالكالكوليتور، بس اقول له عندي اكس وعندي اكس البيز زي بعض. وفي التايمز بنعمل ايه؟ يبقى حضرتك هتروح جاي تكتب نيجاتيف 6 بلس 6 ودول هو اللي دخلهم في الكالكوليتور. هتديني اكس، ها؟ نيجاتيف 6 بلس 6. الله ينور عليك. واحنا لسه واخدين رول اي حاجه الباور زيرو. ايه ده؟ هل برضه انت شايف ان انت لما اشتغلت من غير الآلة وأنا مديك إكس، هل المسألة صعبة؟ لا. يبقى أنت حضرتك بتقول أول رول عندي أكتر من باور أعمل تايمز. في التايمز أعمل آدنج للباور. بعد كده لقيت حاجة الباور زيرو يبقى دي 1. بنفس الطريقة تعالى ناخد فكرة تانية.
وانت اللي تحب. بص كده ناخد دي ولا دي؟ يلا بس بسرعه ناخد 5 5. اولا احنا مش بنقيس بالمتر. طب انا لما الاقي فراكشن هعتبر ان موريتور اللي فوق مساله لوحده واشتغل، وبعدين انزل على الدينومينيتور واعتبره مساله واشتغل. مش فاهم سواء دي او دي، مفيش حاجه اسمها مساله كبيره ومساله صغيره. لو انا عملت ايدي كده هل ده زي المساله اللي احنا كنا بنحلها؟ اه. طب ولو رفعت ايدي هل دول برضو كده؟ اه. طب يلا كده نشوف مع بعض. تعالى ناخد دي مع بعض كده وبسرعه، هشتغل الاثنين دول مع بعض. يبقى هنا اكس وهنا اكس، هناخد واحده ونعمل ايه؟ ادنج الباور. يلا اشتغل وهشوفك في الاخر. يلا بس. لو جاتني مساله زي كده والراجل بيقول لك كلمه سمبليفاي او سمبلست فور، احنا اتفقنا ده فراكشن. انا يا عم لا، انا هشتغل اللي فوق لوحده كانه مساله لوحدها، وانزل اشتغل اللي تحت لوحده كانه مساله لوحدها. بس وانا بحل يا بابا ابدا بس بالفراكشن عشان ما انساش. يلا كده يا بابا هنشتغل الاثنين دول مع بعض. بيز ايكوال فناخد واحده ونعمل الباور بلس. طب ممكن نديها فرصه عشان تفوق، كلهم دلوقتي بيحفلوا عليكي. يبقى دي اكس و2 ماينس. شكرا يا فندم. هنروح نعزي انت عشان نبقى عارفين. نفس الحاجه ناخد اكس. اتفاجئنا ان دي ما معهاش باور. لا معاها. معاها 1. 1 بس مخفي. مخفي اه. يبقى نيجاتيف 4 بلس 1. حلو خالص. بقى عندي اكس اب واكس داون. ناخد برضو اكس. عشان اعمل ماينس للباور. وابتدي اعمل ماينس للباور، يبقى هنا نيجاتيف 1. ودي بص بقى، بص دي كده دي تحت. لما تيجي تطلع فوق اغير الساين. لو دي هتنزل تحت اغير الساين. حد فاهم حاجه؟ لا. طب برافو عليك. طب انا هقولها بشكل تاني، احنا قلنا هنقول نعمل ماينس للباور اهو. لو انا قلت الاثنين دول هيبقى ساعتها ادي اكس نيجاتيف 1 بلس 3. يبقى لما يبقى معايا باور نيجاتيف لو تحت وطالع فوق اغير الساين. سواء نيجاتيف يطلع بوزيتيف، بوزيتيف يطلع نيجاتيف. لو معايا حاجة فوق وعايز انزلها تحت اغير الساين بتاع الباور. نقول تاني؟ لا. لو حبيت اكمل دي هتبقى اكس والاثنين دول نيجاتيف 1 بلس 3 تديني 2. ادي المسألة. يبقى بار فراكشن ابدا بيه. اللي فوق مسألة لوحدها وجبت الانسر. اللي تحت مسألة لوحدها وجبت الانسر. بقى عندي اكس اب واكس داون، اخد واحده واقول له اللي تحت تطلع فوق اغير الساين بتاع الباور. تعالى ندخل على ليفل جديد. يعني ايه ليفل جديد؟ اتفضل. عايز اسال حاجه. انت انا عملتها زمايلكم اختاروا نمبر 4، فانا بسال نفسي نمبر 4 مسالتي تايمز. اسال هل البيز زي بعض؟ اه. روت 3 روت 3 روت 3. ايه المشكله؟ في مشكله؟ لا. طيب يا مستر دي روت ودي نيجاتيف روت. تعال بقى نضيف رول جديده احنا واخدينها قبل كده. ايوه بس انا نسيتها. لو معايا نيجاتيف 2 الباور 2، ولو معايا نيجاتيف 2 الباور 3، ايه الفرق؟ هقول له هنا الباور ده 2 او 4 او 6 او 8، ده اسمه باور ايفن. الاود دي كانسل. وهنا 3 او 5 او 7 او 9 نقول عليهم الباور اود. الباور اود. ايه الفرق؟ الباور لما يبقى ايفن يعمل ايه؟ يعمل تشينج. لا للنيجاتيف. ما يلعبش مع البوزيتيف. لا ما انا لو قلت تشينج للساين يبقى هيغير البوزيتيف نيجاتيف والنيجاتيف. طيب يبقى احنا اتفقنا لما يبقى الباور ايفن تقول لي غير النيجاتيف بس،
طب يغيرها ايه؟ اكيد هتخرج تبقى بوزيتيف وماليش دعوه بالباور وبعد كده بكمل. اما لو كان الباور اود زي 3 5 7 9 يعمل ايه؟ يعمل لها كيك يرميها بره كروس تخرج بره بس كده او لغه. بناء على المعلومه دي تعال بقى نروح لمسالتنا. الراجل ده بوزيتيف لكن ده نيجاتيف بس الباور بتاعه اود يرميه بره. ها الباور يكنسلها يلا احسن. يكنسلها او عايز تقول تشينج اللي انت عايزه. فبص بقى مسالتك بقت ايه؟ بقت هنا في نيجاتيف. وادي روت 3. وادي روت 3 الباور 3 وادي روت 3 الباور 4. كل البيز بقوا ايكوال؟ اه. ايوه اخد منهم واحده. روت 3 اخد واحده. فكده نعمل الباور. بص بقى ده مع كام؟ 1 و 3 يبقى 4 وكمان 4 8 كل ده في الكالكوليتر. ادي يا مستر الكالكوليتر تعالى نكتب مع بعض روت 3 للباور 8. يلا كده بسرعه ودرب نفسك علشان في فرق ان المستر بيشتغل غير انت بتشتغل. ادي براكت وادي روت 3 وخرجت من البراكت وقفلت وادي عندي البوتوم او المفتاح بتاع الباور 8 وادي ايكوال 81. اسمع بقى الله ينور عليكي وفي هنا نيجاتيف يبقى انا عندي دي نيجاتيف وهنا اداني 81 يبقى نيجاتيف 81 حتى الانسر ايه موجوده. نقول تاني؟ لا. طب يلا بقى ندخل على الليفل اللي بعده عشان هو ده الاهم اللي احنا عاوزينه. دخلنا على شكل جديد من الاسئله ان الراجل ده مديني نمبر بس البيز ده 9 وده 3 ما ينفعش يلعبوا مع بعض. البيز ده 2 وده 4 ما يلعبوش مع بعض. 36 و 5 ما يلعبوش مع بعض. وفكره النهارده بتقول ان انا لازم البيز يبقوا سيم يبقوا لايك تيرم زي بعض. تعال كده نشوف ازاي نتعامل مع المساله لما يبقى البيز نوت ايكوال. هناخد المساله دي عشان فيها فكره. تعال كده يلا مع بعض. هي نمبر 4 حد يمليني نمبر 4 يلا بسرعه. براكت 36 براكت تاني ها يعني ال 36 معهاش باور؟ لا اعملها براكت يا مستر باور ان بس خلاص هو ده اللي انا اقصده. ها تايمز 5 باور 2 باور 2 ان ان حلو اوفر ها 30 في براكت 30 في براكت باور 2 ان اسمع بقى وتعلم. دي هي فكره الدرس كله ازاي اخلي كل دول يبقوا زي بعض في البيز. طب ما هو مش هينفع. اسمع بقى وتعلم اللي انا هقوله دلوقتي. دي 5 دي 36 يبقى اروح اخد البيز دي. خدي بالك يا فندم الاسرار لما يبقى البيز نوت ايكوال كل اللي عليك ان انت تاخد كل واحده من دول وتخليها لي برايم نمبر. كلمه برايم نمبر بص كده اهو برايم نمبر مين هما؟ تقول لي يعني انا عايز 2 او 3 او 5 او 7 ده اللي هشتغل عليه. يا 36 نعم هو انا عارف مين البرايم نمبر. لا دي حاجاتها محفوظه دي حاجات من جريد 4. تاني اول ما الاقي ده 30 ده 36 مش زي بعض تقول لي ما انا هاخد ال 30 وافكها اعمل لها فاكتورايز اجيب الفاكتورز بتوعها بس بشرط يكونوا حاجه من دول. طب دي 36 برضو مش زي دول ازاي اوصلها لدول؟ حاضر تعالوا نلعب لعبه بسيطه وبعدين نكمل مسالتنا. ادي يا مستر ال 36 فانت بتسال انا عايزها حاجه من دول يا 36 تنفعي مع ال 7؟ لا. طب تنفعي مع ال 5؟ لا. طب تنفعي مع ال 3؟ اروح كاتب هنا 3 واقول له بعمل ديفايد وابدا اشغل الت. ثانية سيب كل حاجة وعايزك تفهم كمان مرة
كل اللي انت شايفه ده، وده سؤال امتحان ان البيز مش زي بعض فمش هعرف اشتغل. وهنا لازم اعمل الستبس اللي انا هقول لك عليه. طب هعمل ايه؟ هاخد دي لوحديها، هفكها، هجيب الفاكتورز بتوعها، بس بشرط يكونوا حاجه من دول. فانا بدات بال 36 ديفايد 3، الاله هتديك 12. تفضل تكمل تاني مع ال 3 اديتني 4. ال 4 ما تقبلش مع ال 3 اغيرها 2. 4 على 2 تبقى 2، كمان مره 2 خلصت. اسمع بقى اللي جاي، انا خدت ال 36 وجبت الفاكتورز بتوعها. بعد كده بتقول يا 3 انت عامله ريبيتد كم مره، متكرره كم مره؟ 2. يبقى هنا دي هكتبها 3 باور 2. ننزل لل 2. حلو خالص. يعني انا دلوقتي هروح جاي لل 36 هشيلها واكتب مكانها 3 باور 2 و2 باور 2. هوريك ازاي، بس خلينا نلعب مع الفاكتورز دلوقتي بنفس الطريقه. تعالى ناخد ال 30 وهجيب الفاكتورز بتوعها. يا 30 تقبلي مع ال 7 ولا ال 5 ولا ال 3 ولا ال 2؟ 3. حلو، وتقبل مع ال 2، بس انا هبدا بال 5. لما تسالني ليه؟ لما ال 30 هعمل لها ديفايد 5 هتصغر وتبقى اجمل من ان انا ابدا بال 2 او ال 3. اقول تاني؟ نقول تاني؟ يبقى هنا بعمل لها ديفايد تبقى 6. لكن لو كنت قلت على ال 2 كانت هتبقى 15، 3 هتبقى 10 كانت هتبقى اكبر شويه. يا 6 ممكن ال 2 تبقى 3 وال 3 تبقى 1. تعالى بقى نشوف، هل ينفع اقول 5 الباور 2؟ لا. طب 2 باور 3؟ لا. دي هتفضل لوحدها لوحدها لوحدها. يبقى ده اسمه اللي انا فكيته. بص بقى، هاجل ال دي هنا، يبقى ال 36 بقت 3 باور 2 و2 باور 2. وادي ال 30 سبتها زي ما هي. تعالى بقى نرجع ونشتغل، انا بس حبيت تبقى الحاجه كبيره قدامك. الفراكشن بار ما يتغيرش. وال 36 لما فكناها بص كده بقت 3 باور 2 طيب 2 باور 2، بس كلهم ليهم باور الان. اشمعنى؟ ما هو دول بتوع ال 36 وال 36 كان ليها باور ان. لغايه كده في مشكله؟ لا. تعالى نكمل ال 5. ال 5 ما لعبتش معاها. اشمعنى؟ عشان هي في البرايم نمبر. نزلنا على ال 30، بص كده ال 30 فكناها 2 و 3 و 5. 2 و 3 و 5 كلهم ياخدوا نفس الباور بتاع ال 30. نقول تاني؟ لا. يبقى فكرة المسألة إن أنا لما ألاقي البيز مش زي بعض هجيب الفاكتورز بتوعهم ويبقى حاجة من الأربعة دول. أكمل؟ تعالى بقى نرجع لأول درس إحنا خدناه. خدنا لما يبقى عندي هنا باور جوه وباور بره بنعمل إيه؟ تايمز. كمان مرة، الثري ليها باور جوه وباور بره، تعمل لها فبقت آدل 3. 2 تايم ان تبقى 2 ان، واقول تايمز. ال 2 ليها باور جوه وباور بره، اعمل تايمز. وادي ال 5 وننزل تحت. ال 2 دي ليها 1 فهعمل تايمز، يبقى دي 2 ودي 2 ان. يعني ال 2 ان دي تروح تتوزع لل 2 ولل 3 ولل 5. اقولها تاني؟ لا. التلاتة دول ليهم باور 2 ان، ال 2 ان توزع نفسها على ال 2 وال 3 وال 5. او ده 1 وبعمل تايمز، ده مع 1 واعمل تايمز، ده مع 1 واعمل تايمز. قولها بالطريقة اللي انت عايزها. اكمل؟ يبقى دي 3 ودي 2 ان ودي 5 ومعاها 2 ان. غير كده في مشكلة؟ لا. بص بقى المفاجأة. هنا 3 اب و 3 لا 3 اب و 3 لا. بص بقى، تروح جاي تاخد منهم واحدة واعمل ايه؟
شكرا. نقول تاني، لما بعمل الفاكتورز ده هتلاقي فوق وتحت البيز بقوا زي بعض. مش فاهم يعني عندي 3 اب هلاقي لها 3 داون، ادي واحده اب واحده داون، نعمل ايه؟ تقول لي اخد واحده ماينس للباور، ادي 2 ان ماينس 2. اكمل، عندي 2 فوق و2 تحت، اخد منهم، اخد واحده ونعمل ماينس للباور. حاضر، يبقى 2 ان ماينس 2 ان. اكمل 5 فوق و5 تحت، اخد منهم ماينس للباور. شكرا، ادي 2 ان ماينس 2 ان. تعال بقى نشوف الفكره وصلت ليه. خدوا بالكم انا قربتها خالص. 2 ان ماينس 2 ان، 2 جنيه ناقص 2 جنيه 0، يبقى دي بقى 3 باور 0 وال2 باور 0 وال5 باور ايكوال 1. واحنا خدنا رول بتقول اي حاجه 2 باور 0 تبقى بكام؟ 1. بص بقى زمايلك ممكن يروحوا جايين هنا يقول لك انا معايا 3 فوق و3 تحت زي بعض، يكنسل. 2 فوق و2 تحت زي بعض في الباور، يكنسل. 5 فوق و5 تحت زي بعض في الباور، يكنسل ويد 1. هنا بقى انت ممكن المستر يقول لك انت ما عملتش خطوه الماينس للباور وينقصك. ادي فكره المساله، ودي اطول حاجه بتدرسها السنه دي. ايوه لما تجيني مساله زي كده تعالى نعمل كده الستبس، ان انا هعمل فاكتورايز، بعد كده هعمل ديستريبيوت يعني اوزع، بعد كده هعمل ماينس للباور. فانا بقول لنفسي دي نقطه 2 3. يعني ايه؟ يعني هاخد الفور اعمل لها فاكتورايز، كل ده في الدرافت. الفور تقبل على 2 ايكوال 2 كمان 2 فيها 1، طلعت لي كام 2؟ 2 باور 2. يبقى الفور هشيلها واكتب مكانها 2 باور 2 اللي انا عملته اروح اكتبه. ادي 2 باور 2 بس هي اصلا ليها باور اسمه اكس بلس 2. في مشكله؟ لا. بنفس الطريقه هروح للناين. حاضر يا ناين. 9 3 2 3. ايه اللي وداك هناك؟ عادل بس يا بابا. يا ناين ديفايد 3 3 3 طلعت لي كام 3؟ 3 باور 2. ايوه بس هي ليها اصلا باور، فاروح كاتب ادي 2 جوه وليها 3 بلس اكس. ننزل على ال 6، ادي 6 ديفايد 2 3 3 1. الاثنين دول مش زي بعض، اروح عامل براكت ادي 3 تايم 2، بس هما الاثنين ليهم باور اسمه 2 اكس بلس 3. نقول تاني؟ لا. تعالى نعمل ايه؟ نوزع الباور ده يروح يعمل تايمز لدول. الغلطه اللي بتقعوا فيها ان ال2 بتضرب الاكس وما بتكملش، المفروض ال2 تعمل تايم اكس وكمان تايم 2. دي الغلطه اللي انتوا بتقعوا فيها. ال2 دي تعمل تايم اكس وكمان تايم 2. تعالى يلا نعيد تاني. ال2 دي هتروح تعمل تايم 3 وتعمل تايم اكس. ايوه كده، يبقى دي 6 بلس 2 اكس. نقولها تاني؟ لا. اخر حاجه ال 2 اكس بلس 3 تتوزع على ال 3 وتتوزع على ال 2. انت عملت كده نص المساله. ليه؟ عشان هقول له بقى عندي 2 اب و2 داون، اخد منهم واحده واعمل ماينس للباور وتبقى دي اخر خطوه. كمان مره 2 فوق و2 تحت، هعمل كده 2 اب. قول يا بابا. هنا انا هعمل
طيب عندي 2 فوق و 2 تحت، اخد واحده كبيره وتعالى بص بقى شايف اللي فوق اكتبه زي ما هو واقول اللي انا قلتها من شويه، دول هيطلعوا فوق، اللي يجي من تحت يطلع فوق، اغير الساين دي 2x تبقى نيجاتيف 2x، دي بلس 3 تطلع نيجاتيف 3. شكرا. بنفس الطريقه هقول تايمز، عندي 3 فوق و 3 تحت، اكتب اللي فوق الباور بتاعه ما غيروش 6 بلس 2x، والراجل ده هيطلع فوق اغير الساين بتاع ده وده، يبقى ادي نيجاتيف 2x ماينس 3. يبقى انا الاول جبت الفاكتورز، بعد كده وزعت الباور، بعد كده بعمل ماينس للباور عشان مساله ديفايد. بص بقى معايا اخر حاجه 2x ماينس 2x يكنسلوا بعض فتبقى 2 اتبقى 4 ماينس 1. عندي هنا 2x ماينس 2x يكنسلوا بعض اتبقى عندي 6 ماينس 3. اقدر دلوقتي ادخلهم في الكالكوليتر ويديني الانسر دي 27 ودي 2 تديني 54. ادي كده المساله. لازم تدرب نفسك انك تقول هجيب الفاكتورز هوزع هعمل ماينس للباور، اللي تحت يطلع فوق اغير الساين بتاع الباور. ادي فكره المساله لو انت عايز تحتفظ بيها ان انت ازاي تحلها بسرعه من غير ما تغلط.